النهارده ان شاء الله هناخد نص جديد، النص بعنوان سليمان والحمامه. سليمان والحمامه، النص عباره عن قصه بين سيدنا سليمان وبين الحمامه، وكاتب النص هو الشاعر احمد شوقي. طبعا لو عايزين نتعرف على احمد شوقي، ان احمد شوقي شاعر مصري معاصر، ولد عام 1868، وانه ارسل في بعثه الى فرنسا ودرس الحقوق هناك، وله ديوان شعر يسمى الشوقيات، وعرف بأمير الشعراء، وتوفي سنة 1932، وجمع شعره كله في ديوان الشوقيات، ودرس المسرح الغنائي، وقام بالعديد من المسرحيات الشعرية. طيب تعال نشوف كده بعض الأبيات من النص بتاعنا. الأبيات بتقول ايه؟ نقرأ الأبيات كده مع بعض، وبعدين نقوم بتحليلها وشرحها وتوضيح معانيها. كان ابن داود يقرب في مجالسه حمامة، خدمته عمرا مثلما قد شاء صدقا واستقاما، فمضت إلى عماله يوما تبلغهم سلام. تاني كده نقرأ الأبيات. كان ابن داود يقرب في مجالسه حمامة، خدمته عمرا مثلما قد شاء صدقا واستقاما، فمضت إلى عماله يوما تبلغهم سلام. نتناول مع بعض بعض الغويات الخاصة بالأبيات، المعاني الصعبة وبعض الجموع والمضادات، عشان نقدر إن احنا نفهم معنى الأبيات. أول حاجة عندك يا جماعة، ابن داود يقصد به سيدنا سليمان. احنا عارفين إن سيدنا سليمان هو ابن سيدنا داود وورث النبوة منه. يقرب معناها يدني وعكسها يبعد، يقرب معناها يدني وعكسها يبعد. مجالسه مجتمع الناس، أي في الوقت الذي يجتمع فيه سيدنا داود مع الناس ليتشاور معهم في الأمر، كان دائما ما يقرب هذه الحمامة. عمرا أي زمنا طويلا، وجمع عمرا أعمارا، جمع عمرا أعمارا. شاء معناها أراد، وعكسها رفض أو مضادها رفض. استقامة اعتدال، ومضادها انحراف وجاك. يبقى استقامة معناها اعتدال، وعكسها إيه؟ وجاك أو انحراف. سنقوم بتناول شرح الأبيات وتحليلها. لو جينا بصينا مع بعض كده على البيت الاول من خلال المعاني اللي احنا ذكرناها وقلناها، هنلاقي ان الشاعر عايز يقول كان لسيدنا سليمان عليه السلام حمامه يقربها في مجالسه. يبقى سيدنا سليمان كان بيقرب في مجالسه الحمامه، عشان بيجي لنا سؤال ماذا كان يقرب سيدنا سليمان في مجالسه؟ اقول له حمامه. وقد خدمته هذه الحمامه وقتا طويلا باخلاص وامانه. الحمامة كانت تخدم سيدنا سليمان بإخلاص وأمان، عشان بيجي يقول لي كيف كانت الحمامة تخدم سيدنا سليمان، أقول له بإخلاص وأمان. وفي أحد الأيام كلف سيدنا سليمان عليه السلام بحمل رسائل إلى خلفائه وإبلاغهم تحية. يبقى سيدنا سليمان كلف الحمامة أن تقوم بحمل الرسائل إلى الخلفاء وتبلغهم إيه؟ تحياته. وكان هذا دور الحمامة، أن يرسلها إلى الخلفاء والولاة في جميع الأنحاء والأماكن. طيب بعد كده عندنا مظاهر الجمال. لو تناولنا مع بعض مظاهر الجمال، احنا عارفين مظاهر الجمال إما أن يكون أسلوب أو تصوير أو تعبير. لو شفنا البيت الأولاني كده وبصينا على مظاهر الجمال اللي في البيت الأول، أول حاجة عندي يقرب في مجالسه حمامة، ده تعبير يدل على مكانة الحمامة عند سيدنا سليمان، أنه كان دائما ما يقرب. أو ممكن نقول عليها أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور على مين؟ على المفعول به اللي هو حمامة، يفيد التخصيص والتوكيد. طيب وكلمة مجالس، هو ما قاليش مجلس واحد، قال لي في مجالسه، فمجالس دي جاءت جمع لتفيد الكسرة. وكلمة حمامة ذكرها نكرة للتعظيم، يبقى حمامة نكرة للتعظيم، وكلمة مجالسه جمع يفيد الكسرة، وهو أسلوب كسر بتقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص والتوكيد. لو بصينا على البيت الثاني كده، خدمته عمرا، خدمته عمرا مثلما قد شاء صدقا واستقامة. خدمته عمرا دي تعبير يدل على شدة إخلاص الحمامة وطول مدة خدمتها لسيدنا سليمان، تعبير يدل على شدة إخلاص الحمامة وطول مدة خدمتها لسيدنا سليمان. وعندي قد شاء أسلوب مؤكد بقد، يؤكد على إيه؟ أن الحمامة كانت تخدم سيدنا سليمان كما يريد بإخلاص وأمانة.
طيب لو شفنا البيت اللي بعد كده فمضت إلى عماله، فمضت إلى عماله، الفاء هنا تفيد السرعة في الاستجابة، أي أن سيدنا سليمان عندما يأمر الحمامة بأمر تستجيب مسرعة. طب تبلغهم سلامة، لو جيت قلت لماذا مضت إلى عمالها تبقى الإجابة تبلغهم سلام، فتبلغهم سلامة دي علاقتها تعليل لما قبلها للأمر الذي أرسله سيدنا سيدنا سليمان من أجله، وهو إبلاغ الخلفاء والولاة تحياته وبما إيه وبما طيب بعد كده معانا سؤال المتفوقين. لو قال لي لماذا قرب سيدنا سليمان الحمامة إلي وبما كلفها، لماذا قرب سيدنا سليمان الحمامة إلي وبما إيه وبما كلفها عشان